ازيكم بنوتات، عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهارده زي ما انا قلت لكم عاملين زي سلسله كامله لروتين العروسه. طيب انا دلوقتي في رمضان، كل سنه وانتم طيبين، وجاي عليا فتره العيد وفتره عرايس كتيره جدا بتخرج. تمام. طيب انا كعروسه دلوقتي وما قداميش غير شهر واحد بس ان انا اهتم بيه بجسمي، لو انا ما كنتش عامله روتين كامل طول الفتره اللي فاتت ديت، اتصرف ازاي او اعمل ايه عشان اهتم بجسمي في فتره شهر واحد؟ احسن من مظهر جسمي، اخليه ناعم نظيف، جسمي فاتح، مش هوصل لدرجه البياض بس هيبقى افتح جسمي، اعمل تقشير للجسم، اشيل الجلد الميت، اعالج مشكله جلد الوزه اللي بتبقى عند اغلب البنات اللي موجوده. فالنهارده هنعمل مع بعض روتين كامل للعروسه قبل الفرح بشهر واحد علشان تتخلص من كل مشاكلها. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه، اشتراك، وتفعلي علامه الجرس، وكمان لايك على السريع، وشير مع كل اصحابك، وتسيبي لي كمان كومنت برايك. ويلا بينا نبدا الفيديو. بصوا يا بنات، علشان نبدأ في روتين نتخلص بيه من كل مشاكل الجسم للعروسة قبل الفرح بشهر واحد، في بنات كتير هتقولي ان شهر واحد قليل عشان نعمل كده، نبدأ متأخر يا بنات احسن ما نبدأش خالص. تمام. فلازم نعمل روتين كده قبل الفرح بشهر عشان نبقى داخلين كده جسمنا ناعم. النهارده بس انا هعمل للجسم، هعمل لكم حلقات تانيه او فيديوهات تانيه للبشره وللشعر وكل حاجه. تمام. طيب انا محتاجه اعمل ايه عشان جسمي يظهر في بملمس ناعم ونظيف ويبقى مظهره كويس؟ اول خطوه في الخطوات اللي احنا هنمشي عليها هي خطوه التقشير. خطوه التقشير من الخطوات المهمه جدا يا بنات اللي لازم تعمليها. طب انا هستفاد ايه لما هقشر الجلد المائل؟ انا عشان احط اي برودكت او اي منتج على الجسم، الجسم مش هيلحق يتشربه بسهوله لان عليه جلد ميت موجود. فعشان اشيل الجلد الميت دوت بيعمل خشونه للجلد وبيعمل مظهر مش كويس، وكمان مع الوقت بيعمل استمرار. فعشان اتخلص من كل الحاجات ديت لازم اعمل تقشير للجلد. تمام. التقشير هتستخدمي اي نوع سكراب موجوده عندك، انا مش هوقفك عند نوع معين، في انواع كتير، برودكت كتير موجوده ورخيصه. تمام. انا جايبه مثلا النوع دوت، النوع ده حلو جدا يا بنات، هو ينفع للبشره، الوش، وكمان للجسم. فانا كده وفرت منتج في منتجين، وكمان عندك منتجات من منتجات اوريفلام او ايفون حلوه جدا في التقشير، هسيب لكم صورها هنا. ف اوريفلام وايفون بتبقى حاجات على قد الايد واسعارها حلوه جدا ومناسبه لكل البنات، وفي نفس الوقت هتنجزك، هتلاقيها متوفره في اي مكان وفي اي حته وسعرها قليل. تمام. بدل ما هتدوري على اي منتج تاني انت عايزه تجيبيه ومش هيكون موجود في اي مكان. خلاص. فالتقشير من الخطوات المهمه جدا عشان نزيل بيها الجلد الميت وتعمليها تقشري جسمك. طيب انا دلوقتي ما عنديش امكانيه فلوس، انا مزنوقه في الفلوس دلوقتي، مش معايا امكانيه ان انا اجيب منتج اقشر بيه سكر وزيت زيتون وعسل وعصره ليمونه، وعملت سكراب للجسم هتقشري بيه جسمك عادي جدا. خلاص. طيب انا خلصت خطوه السكراب. تاني خطوه لازم تعمليها، بصي انت المفروض تعمليها في روتينك العادي، لكن في الشهر دوت مش هتعمليها، ودي الاول مره انا بقولها ان انت ما تعمليهاش لمده شهر كامل، اللي هي ايه؟ ان انت تزيلي الشعر. سيبي الشعر طول الفتره ديت يعني على اخره، علشان لما تيجي تعمليه قبل الفرح باسبوع، تمام، اقل حاجه اسبوع، يعني ممكن تعمليها قبلها مثلا بثلاث ايام بس مش اكتر من كده. تمام. ان انت تزيلي الشعر. ازاله الشعر لا، لاول مره هقولك قبل الفرح بشهر ما تزيليش الشعر، خليه ينمو كويس جدا عشان لما تيجي تزيليه قبل الفرح يتزال من جذوره ويبقى على نظافه قوي، عشان كمان لما يجي يطلع ما يطلعش بسرعه. خلاص. ايا كانت الوسيله اللي بتزيلي بيها الشعر سيبيه لغايه لما يطول، ما عدا مكانين بس هقولك قصقصي فيهم الشعر مش تزيليه خالص بالمقص، الاندر ارم والبيكيني اريا، دول المكانين بس اللي هقولك قصقصي فيهم الشعر بمقص مش باي وسيله تانية. خلاص. تالت حاجه هتعمليها، انت هتحتاجي في روتينك اي شاور. في شاورات كتيرة موجودة، هسيب مثلا عندك شاور بتاع فا حلو جدا، هسيب لك صورته هنا، شاور بتاع ناتشرال مش فاكرة الاسم برضو، او عندك الشاورات بتاعت
لاين كير من ايفون، هسيب لكم صورهم هنا لو عرفت، حلوين جدا واسعارهم في متناول الجميع. ما عندكيش دوت اي شاور من اي ستور او من اي حتة، ده كمينة متوفر ورخيص وسعره لاي حد هيقدر يجيبه. ما توقفيش نفسك زي ما انا قلتلك، اي حاجة هتقضي جدا الغرض معاكي، فانت لازم تستخدمي شاور حلو جدا لجسمك عشان يسيب الجسم نظيف وحلو. تمام. تالت حاجة هنعايزين نعملها، وهي ان احنا نستخدم غسول للمنطقة الحساسة. تمام. في غسول حلو جدا يا بنات، الغسول دوت من ايفون، مش عارفة ايفون او اوريفلام، لا اوريفلام، هسيب لكم برضو صورته هنا، حلو جدا، ما بيحسسش المنطقة، ريحته حلوة، مناسب للبنات، مناسب للناس المتجوزة. فطبعا دلوقتي انت روتين قبل الفرح، فانت عادي ممكن تستخدميه، مفيش اي حاجة، مش متوفر دوت، عندك غسول جولد، هسيبه لكم برضو صورته هنا. تمام. ف اي حاجة يا بنات هتبقى منجزة معاكي في الفترة ديت عشان توفر عليكي وقت ومجهود كتير. طبعا اغلب البنات بتبقوا مزنوقين جدا في الفترة ديت، فانا حبيت اسهل عليكي الموضوع دوت ان احنا نلمه كده في شهر واحد. خلاص. كمان هتستخدمي ايه؟ انت عايزه مرطب للجسم. طب انا هستفاد ايه لما هرطب جسمي؟ هيبقى جسمك ناعم، ريحته حلوه، نظيفه، كل ما اهتميتي بالترطيب كل ما الجلد بقى ناعم وكان متفتح اكتر. طبعا الحاجات دي بتبقى على المدى البعيد، انت هتبداي فيها قبل الفرح بشهر وهتستمري فيها بعد الجواز. خلاص. فالحاجات ديت من الحاجات الروتينات او الحاجات اللي هتبقى ثوابت معاكي ان انت تفضلي ماشية عليها عشان جسمك يبقى بمظهر كويس. اي نوع شاور هيكون عندك استخدميه، انا بستخدم الشاور دوت، اللوشن دوت، سوري يا بنات، من ايفون كير، من لاين كير، حلو جدا جدا جدا. ده اللي بقولك ما تستغنيش عنه، ترطيبه تحفة، ريحته حلوة، بتثبت صيف او شتاء تحفة. فاهوت لو عايز تاخدي سكرين شوت منه، فالشاور دوت يا بنات حلو، مش عارفة معلقة مع الشاور ليه. اللوشن دوت حلو جدا، ريحته تحفة، كأنك كده حتى تشوكلت كاكاو، ريحته حلوة قوي، انصح اي بنت تجيبه. هو اصلا للدراي سكين، للجلد الجاف جدا، هو بالكوكو باتر، بس حلو جدا يا بنات، انصح اي بنت تجيبه. تمام. عايزه حاجه ارخص وفي متناول الجميع، عندك اللوشن دوت بتاع تندر، سعره مناسب جدا وموجود عند اي حد، ممكن برضو تجيبيه، منتجات ماي واي برضو حلوه جدا يا بنات. طيب ما عندكيش دول، اي نوع كريم عندك، عندك نيفيا الازرق، عندك نيفيا سوفت، عندك اي حاجه هتبقى مرطبه معاكي حلوه جدا للوقت دوت. خلاص. ما عندكيش، بصي استخدمي بنتنول، مفيش ارخص من كده. خلاص. اهم حاجه نعمل الروتين دوت علشان نبقى داخلين كده ضامنين ان احنا جسمنا شكله حلو. من الحاجات المهمة جدا برضو اللي احنا لازم نستخدمها هي مزيل العرق، اي نوع مزيل عرق يا بنات. انا اتكلمت عن مزيل العرق دوت من ماي وين، قلت ان هو حلو، ممكن تستخدميه ورخيص ومتوفر جدا اهوت شكله. تمام. فبرضو سعره حلو ومتوفر، ومزيل العرق من الحاجات المهمة جدا يا بنات، ما ينفعش نستغنى عنها، وخصوصا ان احنا في صيف والافراح كلها هتيجي في صيف، ف يعني لازم 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 مزيل عرق، دي من الخطوات المهمة جدا ان انت لازم تعمليها. خلاص. مزيل العرق بتحط على مكان نظيف، على مكان نجاف، ما ينفعش نحط مزيل عرق على مزيل عرق. لو عايزة تجددي الديودرنت بتاعك لازم تغسلي المنطقة كويس جدا وتجففيها وبعد كده تستخدمي مزيل العرق. خلاص. كمان من الحاجات المهمة، طبعا انت بتاخدي الشاور بتاعك يوميا، لازم تهتمي جدا بمنطقة الرجلين، لازم تدعكيها بحجر، حاجة زي كده، او الحجر البلدي، اي حاجة متوفرة عندك لازم تهتمي جدا بالموضوع دوت. ده روتين لمدة شهر، شهر واحد يا بنات، كثفوا الاهتمام بجسمكو عشان تاخدي احسن نتيجة، وخصوصا ان انت داخلة على جواز، فرجل ناعمة ونظيفة وكويسة، فلازم نعمل زي تقشير للمكان دوت. وكمان في كمان يا بنات سكراب حلو جدا من اوريفلام او ايفون، هسيب لكم صورته برده هنا، منتجاتهم حلوه متوفره في اي مكان، حلوين جدا 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 يا بنات، ممكن تستخدميها، بيقشر الرجل حلو جدا، كمان بيسيب ريحتها حلوه، يعني اللي عجبني فيه ان هو بيسيب الريحه حلوه جدا 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 فيه.
بس فمن الحاجات المهمة جدا جدا تستخدميها. وكمان المرطب بتاعهم حلو برضو قوي. طب انا ما عنديش كده اي نوع مرطب عندك؟ بصي ممكن تستخدمي حتى كربامين، حلو جدا للرجلين، هيبقى حلو وموجود في الصيدليات وسعره كمان حلو جدا معاكي. ده بالنسبة للرجلين. طيب بالنسبة لإيدينا، بصوا بقى الكريم المرطب دوت تحفة يا بنات، تحفة من اوريفلام، حلو جدا ريحته كده، مش عارفة مش على خوخ يعني، ريحته كده حلوة قوي، ريحته ما بتثبتش بس ريحته حلوة، بيرطب الايد حلو جدا اهوت. لو عايز تاخدي منه سكرين شوت وسعره كمان حلو، في بيدجات كتيرة بتبيعه. انا هسيب لكم البيدج اللي بتبيع حاجات ايفون واوريفلام وماي واي تحت في الديسكريبشن بوكس، بنوتة عسل هتفيدكم جدا. وده مش سبونسر خالص ليها، مفيش اي حاجة منتجات سبونسر ليها، هي بس البيدج ديت كويسة وبتبيع كمان باسعار حلوة، فانا حبيت ان انا افيدكم مش اكتر ولا اقل. فهسيب لكم تحت، سوري على الصوت، فهسيب لكم تحت اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. بس اخر خطوة هنعملها يا بنات في الروتين بتاعنا ده كله، ان انت تعطري جسمك. مش مهم قوي التعطير، في بنات هتقولي في الفترة ديت خصوصا ان احنا مبقناش عرايس، بس بتبقى حاجة كده ترفيهية ان احنا نبقى مجهدين من الحر والعرق والترتيبات، ترتيبات الجواز والحاجات دي كلها. فضروري يبقى عندك اي بادي سبلاش او بادي ميست، اي نوع موجود عندك استخدميه، ما بقولكيش على نوع معين، عايزه تجيبي النوع دوت متوفر، عايزه تجيبي حاجات من ايفن او اوريفلام هاتي، عايزه تجيبي من فيكتوريا سيكريت بس اسعارها بتبقى غاليه جدا، من بسام بادي اوركس، من اي ماركه انت حباها. انا بس حبيت اقولك على الاساسيات والحاجات المهمه ان انت تعمليها بس بنات، فانا حبيت الملك الحاجات اللي انت لازم تعمليها لجسمك عشان جسمك يبقى حلو لمده شهر واحد. انتظموا على الروتين دوت وهتلاقي نتيجه حلوه جدا. واستنوا فيديوهات جايه هتبقى على الشعر والبشره وعن كل حاجه، وكمان على الحاجات اللي انت تشتريها كعروسه، من السكين كير. انا عملت قبل كده من الميك اب، هسيبها لكم تحت الاساسيات. هعمل لكم كمان عن السكين كير اللي انت تجيبيه لبشرتك ولجسمك وحاجات كمان الشعر. فاستنوا سلسله كامله للعرايس قريب. بس فلو الفيديو عجبكم ما تنسيش لايك وشير مع كل العرايس عشان كلهم يستفيدوا ويتفرجوا على الفيديو دوت، واشوفكم فيديوهات تانية. بحبكم جدا، باي باي.